وقع سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وسعادة السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا اتفاقية بشأن الخدمات الجوية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مملكة البحرين الاقتصادي برئاسة سعادته إلى جمهورية كوريا. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين البلدين بما يعزز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تنمية العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة على الأصعدة كافة. كما أشار سعادته إلى مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال الطيران بالمنطقة والتزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الصديقة، بما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة.